تانية يمكن الأغنية إحنا وإحنا بنسمعها وإحنا بنتفرج عليها إحنا عشنا مع قصة، وإنتي نفسك أنا شفتك وإنتي بتتفرجي إنتي رجعتي لورا ذكريات كتير جدا. أنا حابة إن أنا أسمعها منك دلوقتي بعد ما اتفرجتي عليها وكل بقى كل المشاعر دي طلعت فاجأتيني فيها شفتي؟ نسمعها منك بس عايزين نأكد على المعلومة اللي قالتها جمانة بفكرة إن الفيديو كليب ده متصور في منزل جدك صح؟ هو قريب من مرفق بيروت قريب وكان بعد الانفجار فبتشوف كل ال يعني انت عشت الاحداث بس يعني تاثرتي كمان بيها يعني ايه انا كنت ببيروت وقت الانفجار مش بهيدا البيت لان هيدا البيت كنا اوريدي تركنا البيت بس حتى بيتي تاذى كثير ولحديت هلا بعد هيدا التروما بعده فينا يعني كان شيء كثير بشع كثير كثير ناخذ طلب جمانة بقى طيب. اغنية زمن انا من زمن كانت الأيام بلا غدي حدود المناطق خطوط بالأسود أنا من زمن كانت الأيام بلا غدي حدود المناطق خطوط بالأسود طوائف تغلي تقتل حرقت وسط البلد وناس أشبه بالوحوش لا مسيحا ولا أمة محمد يعني برافو